كان في شفافيه ووضوح في الملف ده من البدايه، يمكن وتعاون بشكر فيها الاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الاولمبيه المصريه والانديه، كان اجتماع مثمر يمكن عشان من فتره طويله اول مره يحصل الاجتماع بالشكل دوت. في البدايه يعني كان في نقاش، ووصلنا طبعا مع اللي كانوا موجودين كمان وزاره الشباب والرياضه والمسؤولين عن الملفات تنفيذيا في مصر. البيان اللي خرج هو ده اللي احنا بنعمله بعد الاجتماع مباشره على طول. كان في اقتراح طبعا، احنا الاساس ان احنا نبدا متدرجين بعدد، واتحاد الكوره هو الجهه المسؤوله عن اداره ملف كره القدم، وبالتالي الملف وادارته هيكون منقول الى الانديه في التنظيم من خلال اتحاد الكوره. وزاره الشباب والرياضه يعني كان في تحديد ادوار، بتمثل الشق اللي بيحافظ على المنظومه ككل من الخلف، بيحافظ على اولادنا ان هم يدخلوا مش يمنعهم، ده دورنا. فتحديد الادوار كان مهم في الفتره ديت، ثم بناتي ازاي ننفذ الادوار. فبالتالي كان في اقتراح من الانديه واتحاد الكوره، كان اقتراح محترم ايضا، ان بيه 1500 من اتحاد الجامعات او طلبه الجامعات ووزاره الشباب والرياضه، 3000 من جامعات العموميه او من الفان اي دي اللي بتقدمه للاتحاد والاتحاد بيتابع دوت، و500 للفريق الضيف. يعني انت بتتكلم في 5000. اكيد ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، نبدا نتدرج، نعمل براكتس لينا كلنا، ممارسه، نشوف الاستادات اللي هيتقام عليها الدوره ازاي بيقوم بيها اتحاد الكوره. اكيد لما نثبت اقدامنا في ال 5000 طبعا بيستثنى من دوت البطولات او المباريات العربيه او الافريقيه، وزي ما حصل في الدوره العربيه في الحقيقه سمح ب 10000. لكن في الدوري لما الموضوع يبقى شكله كويس، الجماهير كمان احنا عملنا التوعيه بتاعتنا، لو حضرتك في اعلانات نزلت وعملنا تدشين ده دورنا عملناه وبشكل سريع جدا. اذا الملتقيات كلها تلتقي لما نلاقي المنظومه كلها ماشيه ستيب باي ستيب، اكيد مش هيبقى في هيزيتيتد او في تردد ان احنا كمان نفتح الجماهير لما يتم التاكد ان في حرص على اولادنا، وباكد وهم كمان يبقوا حريصين على ان هو الاستدامه، لان لو حصلت مشكله تانية اكيد هيبقى الموضوع مفيش جماهير، واحنا مش عايزين ده. اتحاد الكوره بينفذ الموضوع، احنا كمان تم الاحاطه في مجلس الوزراء بالموضوع من خلالي، وطبعا طلع بيان، فبالتالي خلاص هو يعني احنا بنتابع ده، والمفروض يكون يعني في اجتماع بعد العيد ولا حاجه نشوف بس ايه اللي بيحصل. لكن اكيد اتحاد الكوره هو الملف بتاعه، وان شاء الله ينفذه بخير يعني.